شو تحوج الأمة النغ السجي كمرض خطير ماشي تظليثة نغا لا الجوامع الحمد لله إمزولة الحمد لله ذلولوف نغي مليون تساقوالا يا خاك أنا ماشي ياك عندنا نخص نخص ذي القيم أدفتر بعض الأمثلة يلا أدفذوس الحياة لو كانت قيمة الحياة سنفك القيمة أن قرزي منخ في كل دخل توشلت في السليث مستقى درارة إمغارنس وستحز زيفارة أتخدم الشوال ذي قخام أتسترضق توشلت شحال توشولين كلاطينت سباتي سليث في كل سامغارث في كل ذامغار في كل ذرقاز في كل ذرمزي كل مرة شو نسبة نكونوا نسوم ولا ذيون أدن فتاك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بالو أقوام بما يون ثقشش تنسي ذولي هني ماني من غا السوضة الخضار سي مغار نيم أكتيني كي السوضة ندث بغير صافي تخص شوية الحياة لقد تستحين أبرستين السوضة غلافير سي مولانيم من بعد السيولة سلميث بغير برض كان أبرم بعد درقزني مسكين يا عيا فشلان إلى آخر الحياة أمر ثورة غرفرة الجار وكي تجارة تصاد ما تمغرى غدي وربعان صباح لوكو نستيناض ستحيني وذ من ربي حرزا نكين فغان تصاد نكرزي كان ظل فجر وذي روح هذه الكفا كاميون وذي روح هذه السفر شين ما يهمنيش شين كتمغرى الفرحي تصوفاراس إزما تفضل وقيدا مظلوم إزما الله أعلم ما ظهر سطحيني وزمير غارة صام ديباس تقخام أنني دساقي لقى نخدم سبع أيام وسبع ليالي ما كاش اللي يرقد أمغارني ثمغارثني أموظنني اللوفانني ولاش وراء تصن مشكلة أم بغير ثمغارة أنا هضر تفضي ونتيقين تولد أماني تيقيق الجارس سيضيك ما هو دا بلومبي هو دا بلومبي بزاف تجيني ضاغ لن الغشي ذي خام النسن سو بارابلوي أدعي وذخ شاز ضغطوك السار الجاري شو يساون باش تشمض أستوظير ذلك بارابلوي خطر من أستهضر دوضي شهرين ثلاث شهور مين للحياة ندير للحياة نفي أصلا توسم شو دينا ند لكل دين خلق وخلق القرآن مع الإسلام الحياة ويند في حديث آخر إذا لم تستحي فاصنع ما شئت هل عمي حديث خرجه الإمام مالك في موطئه رقم الحديث 1737 أنا عمي فيك ولي هناك حرص سين مستحضرة خدمي شو تفغض أستر ضرضي ذري من أكي وعدك دي وخان أكيني 18 شهرك كغليك لي يقفوسيك في كذا سيدري من يجاك 38 شهر يتسكر دائما لك يقول سكي هضر ربي هضر ناقيم لو كان هذي استحي هذي استحي إلا قد يفرش شغليس يمور استحارة أكيد الحديث إذا لم تستحي فاصنع ما شئت أليس كذلك أدنفغ لكني لقبليني نستوى القهاوي لتاي ثلاثة قافية قلنا لا با كولتور من الميكفا لتين القهوة في السرس سفلا وكابو سفلا الحيض نورمال في كولوار هضر ناقيم سنك يهضر ربي كين بعد أنا حر شادي نتقن رغوري شي من الدين سلتو ما تنصحت صافي شو يضران ذي زيك قبيلي قوس الجمعة قارن دي البيان الشيخ مولد قاسم الله يرحمه ذكره الشيخ إنه قوس الجمعة تساقوات غادي دو يسمو ذي البيان إثدرت ورغري الناس ذي خليل ولا فلاحي كانك سعن النية أدغرن طوقت الفلاني يسلو ثلا سيسميسا الفلاني يشمد ثدرت يسوى أين حرم ربي الفلاني يستخدم غيل لا فيولونس لوبينيون بوبليك الرأي العام هذه كونداني وكذا
بقول كان صناعة الرأي العام الناضج نيفو الله يبارك ما شاء الله مولد قاسم الفلاسي عفو ربي إنك شفيغ دقوس الجماعة تطفتها بطيو وقاد غاد فذرني سميو بارمي وقاد يقول ولكن خطر تستحي والحياة شو دين في صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله في حديث آخر الحياء لا يأتي إلا بخير أنا عمي إنك ونتستحين سوى الخير أري يربح خطر يتستحين زيش قرناش الفلاني ما يتزلش وتزلرا ما يتستحين سي تستحين أجدت سيو بس لحياني تصوضت يوالي تزلى لو كنا نسغي ميوك قال كيف كيف نغياب في كل ديث مغرى أنا في الجنازة أنا الجنازة صوت الجنازة هذيك الشيخ هذي تزل في الميت شحال يتزلى أنا شحال نزلرا ويا باكو سيدي سبيكتاتور تشكي سنسمع سمحتي على كل حال الشغل نتاع نعرف مسالت صافتي كوال زون 10 20 صات الجنازه 450 توالين من الملف فوق الزليث الله يا ربي الله لو كان فنادم هذه يستخدم كان الحديث هاكي سيدي خزو ربي الشيطان هذا العيب في الليل سي 40 50 سنه وتزلى غرا توالي غير مزين مزيت تزلن وتزلى غرا هذه الزميمانيس ما يزميمانيس هذه يغال ذيني مغدين قال الصلاة والسلام الحياء لا يأتي إلا بخير وفي الحديث الذي خرجه الإمام البخاري ومسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة في رواية الإمام مسلم بضع وستون شعبة في رواية الإمام البخاري أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق وفي رواية والحياء شعبة من الإيمان صدق النبي صلى الله عليه وسلم إلا قد سحمر ضيونا مجين في صلاة إلا قد نحمل إلا يستهل يعني الحواجيت على فكرة حواجيت مليح يستهل تغض كان كالسيريس السنضيون المجي لقد حملها حملها بحق بجدارة ويذكر بعضنا بعضا وربي ناد في سورة الذاريات الآية 55 وذكر فإن الذكرى